وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري مع جورجيا، وذلك على هامش منتدى الأعمال المصري الجورجي الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقال رئيس الهيئة حسام هيبة إن منتدى الأعمال يمثل منصة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري والاستفادة من المزايا النسبية والتنوع الاقتصادي للبلدين.